صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين. ان شاء الله يكون يومكم مملوء بالخير والبركات والهنا يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا كتب كراريس، يعني الدنيا راهي مخلطه. راهي الساعه 6 صباحا، وهنايا نوت ايوب رايح يراجع، عنده زوج فروض، فيزياء ورياضيات كلهم اصعب من الثاني. راني نطيب له في الحليب وراني نوجد له، وما ننساش ايضا نعطي له الكرموس مع زيت الزيتون مع الصباح. راهو فيه فوائد بزاف جيده وفيه بزاف فوائد عظيمه. كنت شاركت معكم فيديو ليه وعلى الفوائد تاعو، نتمنى انكم تشاهدوه. ومن بعد يعني هو راح قراو خاوتو، راحوا قراو، لكن يوم يعني يوسف يخرج على العاشرة، يعني طلعت مباشرة ليه، جبتو من المدرسة، يعني الوقت شوية ضيق. هنايا كما راك تشوفوا كاين قدام المدرسه هذا الملعب، دائما ندخل ليه اولادي هكذا يلعبوا ويخرجوا شويه الطاقه تاعهم، يجروا هكذا يلعبوا، نخليهم واحد ربع ساعه هكا يلعبوا كما راك تشوفوا، يخرجوا كامل الطاقه تاعهم. من بعد نهبطوا للدار، نخليكم تتفرجوا هكذا مقتطفات مور قبل ما نروح ندخل وليدي للمدرسه القرانيه، نوريكم كيفاش هبطت للطريق. ومن بعد نروحوا نطيبوا الفطور، يلا فرجه ممتعه، ما نطولش عليكم.
انا ولينا البنات ولينا هنايا باش نديروا الفطور تاعنا. انا واش راح ندير هنايا؟ راح ندير لي بول تاع فيون داشي مع الجلبانه والقرنون. عندي حبه تاع البصل، عندي زوج فصوص حتى ثلاثه تاع الثوم، عندي ملح، راس الحانوت، فلفل كحل، وراح نديرهم يتقلاو. وراح ندير هنايا عندي الحميس، عندي زوج حبات طشي كبار، وعندي حبيبه تاع الحار، راس تاع الحار، وندير لهم زوج فصوص حتى ثلاثه تاع الثوم. هذا واش عندي، راح نقطعهم هكذا مرصوات صغار. الحميس يعني عنده بزاف طرق، كاين يحب يشويه، كاين يحب كل واحد واش يحب، كاين اللي يقليه ويردو ثاني في الطوماطيش، يعني كل واحد واش يحب يديرو. احنا نحبوه بزاف، يعني الاولاد تاعي يحبوه بزاف، نحب نديرو الحميس يعني بزاف روعه وبزاف بنين. هنايا درت الثوم تاعي حوالي زوج فصوص حتى ثلاثه تاع فصوص تاع الثوم، وندير لهم لي زيبيس، ملح، فلفل كحل، وراس الحانوت، قليل من الزيت، وكي طيب ندير له زيت الزيتون. هنا عندي دجاج ملحي، عندي بصل وثوم، ونفس لي زيبيس اللي درتهم في لاصوص درتهم معاه. هنايا راح نقلي مليح في القدره تاعي، نقلي مليح البصل هذاك حتى يذوب. من بعد راح نزيد هذاك القرنون بعد ما نكون حطاته في القارص باش ما يكحليش. البنات لازم تحكوه مليح مليح بالقارص، نشلوه يعني قبل ما نحطوه لازم نشلوه هكذا باش ما يتحلقناش الذوق تاع القارص في لاصوص ديالنا. ونخلوهم حتى يتقلاو مليح مليح، يعني باش نمرقوه بشويه تاع الماء سخون، ونخلوه يطيبو. هنايا بالنسبه للحميس تاعي انايا نخليه حتى يطيب هذاك الطرشي تاعي ويدخل له الطياب، نغطيوه نقصوا شويه باش ما يشربليش، ونغطيوه ونخلوه حتى يطيب يدخل له الطياب. هنا كيما راكم تشوفوا راح ندير لي بول تاعي تاع الدجاج. هنايا باش ما يلصق لكمش في يديكم ننصحكم انكم تشمخوا يديكم بالماء هكذا كي ديروا لي بول هذوك تاع الدجاج هكذايا، ما يلصق لكمش كامل في يديكم، يعني باش يجيكم ساهل وما يلصق لكمش كامل. طريقه بزاف روعه ويجي بزاف لذيذ، يعني كي طيبيه يعني بزاف عنده ذوق رائع. نمسح هنايا البلون تاعي تاع الطرافاي وين راني نخدم، نقطع البطاطا تاعي باش نرافقها مع هذو الاطباق اللي طيبتهم، وندير شلاضة يعني بسيطة لكن محبوبة عندي هنا في الدار، ونتمنى يعجبكم المينيو تاعنا تاع اليوم. هذه هي. هنا بالنسبة للطوماطيش اللي راح نزيدها الحميس، راح نقطعها بهذه الطريقة، سواء الى عندك زوج حبات متوسطين ولا حبه كبيره هكذا قشريها ونحي لها الزراعه تاعها، ومن بعد قطعيها دي بتي مغصو ولا دي بتي دي هكا صغار، وضيفيها للطرشي ديالك. كي يدخلوا الطياب تشوفيه يعني طاب، دخلي له هذا الطوماطيش. فوالا هكذا بهذه الطريقه، شوفوا الطرشي هنايا خلاص دبال لي كامل. دوكا راح نزيد له الطوماطيش ونخليه يكمل طيابه معاه. هكذا فوالا. هنايا واش راح نزيد له؟ راح نزيد له مغرف تاع طوماطيش كونسيرف مع كاس تاع ماء صغير كيما راكم تشوفوا، ونزيدو فوق هذه. هي انا في زمان الصيف كي تكون كاينه طوماطيش يعني هذيك الحمراء الطايبه ما نزيدلهاش كامل يعني طوماطيش تاع الباطا، لكن دوكا كي طوماطيش ما راهيش تجي هذيك الحمراء يعني شي قلي وين طوحي طيحي في الحبات حموره هكا وطايبين تاع كيما نقولوا تاع تكتوكه الله الله، ما كاش يعني دوكا في الشتاء يعني ما تكونش تكون قليله يعني، ولكن في الصيف تكون كاينه هذيك الطوماطيش الحمراء الله الله تاع تكتوكه وكامل يعني بلا ما تزيدي لها طوماطيش تاع كونسيرف. هكذا نكمل لها هذاك الكاس صغير صغير يعني ما تكثريتهاش الماء، نزيد لها هذاك الكاس صغير تاع الطوماطيش مع شويه ماء، ونخليها طيب غير تعقد شويه هكذا تاخذ الغليه تاعها خلاص نطفي عليها. كاين اللي يحب يزيد لها البيض يزيد لها، اللي ما يحبش كيما انا ما نحبش نزيد لها البيض نكتفي بها هكا خلاص نطفي عليها. هذا مكان كي طيب نحطها في الاسيات، راح نزيد لها قليل من الزيت الزيتون، راح تجي بزاف بنينه وتجي بزاف لذيذه. فوالا هنايا خلاص سي بون، راح نطفي عليها
ونكمل نرمي لي بول تاع الدجاج المرحي، نرميهم يطيبوا باسكو هنايا خلاص القرنون تخلو طياب يعني طاب، والجلبانه طابت يعني. وعلى بالكم لي بول هذاك تاع الدجاج ما عندهمش كيما نقولوا ما عندهمش الروح، يطيبوا تمتم. فوالا نزيدهم هكذا بهذه الطريقه غير بالعقل. هكذا ونخلوه يزيد يطيب واحد 10 دقائق هكذاك معاهم باسكو يطيب تمتم هذاك الدجاج، ونطفو عليه. فوالا المريقة انا خليتها صفراء كما راكم تشوفوا، ما درت لهاش طوماطيش يعني، كل وحده في الذوق تاعها، اللي حب تزيد لها طوماطيش يعني تزيد له طوماطيش، كل واحد وكيفاش يحب ياكل. هكذا بهذه الطريقه انا يا خلاص تقريبا نخليه يزيد يطيب شويه هذاك لي بول تاوعي وخلاص نحيوه. شوفوا نحاول نقرب لكم يعني كيفاش راهو لاصوص تاعي راهي فيه يعني ما راهوش ناقص مرقه، نخليه غير يطيب شويه وخلاص. شوفوا المرقه راهي فيه فوالا هكذا، وذوقوه مع الملح مع الاخر راكو تعرفوا منين داك نديروا الملح، لكن ما يكونش سوسوا ندوقوه يعني. كل واحد يبقى ادواه، كاين اللي يحبوا الملح تاعو بزياده، كاين اللي يحبوا نص نص، كاين اللي يحبوا هكذا. انا نروح ندير البطاطا تاعي طيب، نحطو يطيب هو ابتي فو. هنايا كنخلص خلاص او طاب التكتوكه تاعي تاع الطرشي طابت الحميص ديالي، والفيونداشي الدجاج المرحي لي بول تاع الدجاج المرحي مع المرقاق راهي طابت. ودوكا انا حطيت البطاطا تاعي تتقلى، وهنايا وجدت طوماطيش شلاضه تاعي وفيها طوماطيش بصل طرشي مشوي، وحطيتها حاجه بسيطه جدا جدا ما فيها حتى حاجه يعني يعني تكلفك بابسط يعني بابسط الاشياء. نقدروا نحضروا حاجه مليحه وشابه لوليداتنا اللي تعطي لهم وياكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله. هنايا المايده تاعي الطابله تاعي راهي واجده، الحميص تاعي هنايا درت له شويه زيت زيتون وحطيته، اللي يحب ياكل الحار يفتح الحبه تاع الحار تاعو. البطاطا مقليه وشلاضه، والدولمه تاعي راهي واجده كما قلت لكم، ناس الشرقي يعيطوا لها الدولمه. راهي واجده جات بنينه بنينه روعه، ننصحكم تجربوها. ونقول لكم بقاو على خير ونتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. باي باي. Like, who is all of you Bye bye. Bye bye.